طيب الحمد لله رب العالمين. طيب اخي سلام. طيب هاد المشاكل كثيرة كثير بزاف. ها كم سنه طيب بزاف؟ ها بزاف. يعني الاب اللي يضرب الام واللي يجري عليها بغي الطلاق، ها مشاكل كثيره، حتى انت وليت عندك يعني ضيق في الصدر، كتوتر تعصب دو سبب. طيب هيا صعد، هيا صعد، هيا جيني، هيا صعد، هيا هيا توكل على الله، هيا هيا صعد، هيا 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 صعد، هيا 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 صعد، هيا. من معي؟ مسلم؟ انت مسلم؟ ها كافر؟ هيا صعد، هيا اتقي الله تعالى وصعد، هيا 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 استعين بالله تعالى، هيا 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 صعد، هيا 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 قوي. ها اذا انت تعمل على ان تجعله عاقل لوالديه، صح؟ الا يكون بر، الا تكون موده، الا تكون رحمه، وان تجعله في توتر دائم وفي قلق دائم، تجعله يعني يدخن كثيرا، ها يدخن كثيرا، تصده عن الصلاه وعن الدين وعن الاستقامه، وما باغيش هو، طيب جيد 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 جيد. اسمعني اسمعني، بسم الله. طيب هيا ندرج عليك، هيا هيا بسم الله، هيا استعين بالله سبحانه وتعالى، توكل على الله. بغينا هاونا. من انت؟ من انت؟ كم واحد انت في البيت؟ كم واحد؟ هيا اسمعني اسمعني، انا اقول لك شيء، فكر بعقلك. يعني انت الان يعني انت الان في هذا الجسد رايت الظلم الذي حل بهم، يعني الاب يريد ان يطلق الزوجه زوجته، والابناء يتشردون في الشوارع ديما مع ان الله حبابي خارجين في العيد الكبير، وفي العيد الكبير الناس كتذبح، وهما لا ما يذبحوش، ما يذبحوش في خاطرهم. طيب هما يخرجوا يخرجوا يتشتوا على برا. جيد يتشتوا على برا، هذا هو سحر التفريق والشتات. تفريق وتشتات، شتات نعم، شتات نعم، يصير الزوج يكره زوجته اي طريقه. اي نعم، لأتفه الاسباب تصير مشاكل وعداوات البيوت، ها والكراهيه، مع ان الاموال موجوده والخيرات موجوده، ولكن كانوا غيوليو لا راحه ولا سعاده، كانوا غيوليو من الاغنياء، خلاو شولاد حرام. خلاو شولاد حرام. طيب كي النهار اللي ما يلقاو تمي، ما يلقاو تمي ياكلوا، كي النهار اللي ما يلقاو، ولكن كانوا غيوليو من الاغنياء، الاغنياء الاغنياء. هذا هو سحر التفريق والشتات، عطيناهم الفلوس ديالهم الصح، عندهم صنعة مزيانة وكيتقلوا باش كيعجبوني انا توقات، وكان وهذا راه كان هذاك هذا كان كيصلي وكان كيتمنى يولي والي ديال اولياء الله. هذا الحمد لله الحمد لله، هذا الله جل وعلا الحمد لله، وزوينين بزاف. طيب خير ان شاء الله. طيب لاحظت انك انت اثناء الرقية الشرعية، انا لما وصلت كنت تتكلم وتقرأ معي القرآن، فلما قرأت آية في الآية قال الله جل وعلا قل للذين كفروا استغلبون، ما استطعت أن تلفظ بها، لماذا؟ ما استطعت أن تقول ستغلبون، بمعنى أنك لا تريد أن تغلب. أنا قوي. كيف؟ قوي. أنت قوي صح. أيوه إذا كأنك تقول لنا أنك لا ماشي عنصرية. أي ماذا؟ عنصرية. ماذا؟ أنا قوي. أنت قوي ولكن باغي نعاونهم. طيب انت على اي دين؟ انت على اي دين؟ مسلم انت؟ يهودي؟ نصراني؟ مشرك؟ لا تؤمن بشيء؟ لا مسلم. تؤمن مسلم. طيب جيد. طيب انت مسلم، تعجبني الهضره ديالك، تعجبني الحمد لله. انت من اتى به الى هنا؟ يا ربي العالمين. انت من اتى به؟ انا عاونته حتى اتى عندنا. انا اللي عاونته الحمد لله، انا اللي عاونته. طيب قلت لك اتصل بك. نعم الحمد لله، وصيفط لك ميساج وصيفط لي علامه استفهام. الحمد لله. طيب خير ان شاء الله تعالى. طيب اسمعني اقول لك كلمه، انت مسلم. صمت لك، انا صمت لك. انت مسلم ونحن مسلمون، يعني نحن مسلم. قال الله جل وعلا انما المؤمنون ماذا؟ اخوه. اخوه صح. والاخ ماذا يتمنى لاخيه؟ الخير. ها ليس الشر. لا، ولن يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه حتى يحب ما يحب نفسه من الخير. عزيز كيحبوا الناس، كيبغيو الناس.
طيب جيد الحمد لله رب العالمين. طيب اسمعني كيبغيو للناس الخير. طيب ابشر ابشر حوايج الحمد لله هذه من خصال تخيل معايا تخيل معايا تخيل معايا نقول لك واحد الكلمه نقول لك واحد الكلمه هذا الدري هذا عنده شي احرار ولا ماشي ديالهم ولكن هما داخلين معاهم في النص معمرين لهم شي ناس وباغي يعطيك فران باغي يعطيك فران البارع كيتمنى فران وبالك ما يخليش طيب اسمع بابا ما يخليش وعاد بالفرعات عليه يعطيك فران بابا ما يخليش كيف؟ بابا ما يخليش كيقول في باله ربه واعن ما يبغيش يعطي الا ذاك الاخ فران وجداد جداد ديال تركيا زويني زويني طيب خير وعلى العين عليهم غاليين وزويني طيب اسمعني اسمعني نقول لك انا يعني انا جديد فرح جديد كيبيعوهم كيبيعوهم هما وزوينين وفران وكيف هاد الدري كيتمنى يعطيك فران طيب. وباه كيقول باه باه سعيد انا لا لا اقبل شيء لماذا؟ سير تخشى اقبل هدية فتحسب علي كانك ناقصني مالا هدية من هذا الابن يعني يقول ان هدية هدية من هذا الابن لك محبة محبة لم اعد اقبل هدايا طيب خير ان شاء الله تعالى طيب اسمعني بارك الله فيك اسمعني جزاك الله خيرا انت مسلم بغي مسرق الدرية بغي مسرق طيب الدرية هذا بغي مسرق الحمد لله الحمد لله اسمعني والله ربي يشهد على ما في الصدور اننا نحب الخير للجميع ها نحب الخير للجميع كتبغي الخير الحمد لله الحمد لله وهذه هذه الكلمة هذه نعم هذه الكلمة هذه غنوصلها للاخوان ان شاء الله ان شاء الله هذا الفيديو غتلوحوه في اليوتيوب ان شاء الله ان شاء الله تعالى وغدرك وجه هذا الانسان طيب غدرك وجهه طيب وهاد الكلمة هاد الكلمة انا كنوصلها للناس هاد الشيخ الله يعمر ليه الدار الله يعمر ليه الدار الله يعمر ليه الدار وعلى ما اقول شهيد ولان هادوك اللي تابعينه واللي حاسدينه غيتعماو اتونسيون انا ودني منكم انا راه شريف وكتحكوا عليه غتشوفوا العذاب 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 وانا وهاد الانسان تاهو كان كيتمنى ان شاء الله الفيديو تلعبو في اليوتيوب ودرك ليه وجهو ان شاء الله تعالى وهاد النصيحه هادي كنوصلها للاخوان هادوك الاخوان اللي كيتهموه راه غتلقاو الشر طيب والله شوف اسمعني اخي اسمعني اخي والله الذي لا اله الا هو نحن في هذا المضمار في هذا الميدان سنين اكثر من 10 سنوات وتكلم فينا القاسي والداني سواء بالخير او بالشر ولكن الحمد لله نحن نسير على وفق صف الطريق الحمد لله رب العالمين لو ان الناس اتقوا الله تعالى لاثبتوا وتبينوا لو كانت الحجه والبينه لما وصلنا الى هذا الحال لكن الحمد لله على كل حال نسال الله يهدينا بدايه لجميع المسلمين والله يهدينا كلنا اصحاب ذنوب معاصي خير ان شاء الله تعالى طيب اسمعني بارك الله فيك اسمعني اسمعني بارك الله فيك انت الان الحمد لله مسلم موحد لكن اسمعني بارك الله فيك اسمعني انت الان ترى بعينك وتبصر وتعلم على ان هذه العائله يريد لها الشتات والدمار صح يريد ان يفرقوا بينه وبين الاب والام وان يشردوا الابناء وسنواتهم على هذا الحال وقد حكت للام على ان الاب يضربها ضربا مبلحا يضربها ضربا شديدا ويكرهها بعد حب صار كره كبير جدا طيب وهذا باثر السحر صح السحر اين يوجد السحر اين لا تخاف انت اسمعني انت عبد لله جل وعلا وانت تخاف الله وحده سبحانه وتعالى فلا فاسمع فلا تخاف من ساحر كنخافش انا كنخافش انا اي ساحر راهي على بويا الساحر انا كنخاف من حتى شي ساحر ولا تسب لا تسب المؤمن ليس بسباب لا تسب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم استغفر الله غاضتني هذه الكلمه اسمعني غاضتني هذه الكلمه ديال الخاف انا نخاف من الساحر اسمعني اسمعني هو ساحر ان شاء الله واستغفر الله العظيم على هذه الكلمه هو ساحر كافر بالله جل وعلا فمن واجبنا ان نبين وان نعظه بالتي احسن فان اصر على كفره وعلى علم فان نحذر منه اما ان السب لا ليس من اخلاقنا ان السب الله العظيم الذي لا طيب. اله الا هو طيب. الحي القيوم واتوب اليه خير ان شاء الله تعالى طيب انت الان وحدك في هذا الجسد صح انت وحدك في هذا الجسد صح طيب اسمعني اجبني انت وحدك في هذا الجسد ام معك اخرون اسمعني هيا استعن بالله تعالى استعين بالله جل وعلا أنت وحدك في الجسد أم معك آخرون هيا قال الله جل وعلا كيف يبغي هو الدري هذا كيبغي يتفكر وما لا أنا لا أتكلم مع الشاب قلت لي السحر أنا أتكلم معك أنت
السحر ولكن السحر ما عرفوش. طيب خلاص لا تعرف مكان السحر ان شاء الله تعالى. اسمعني، في البيت تقوم نزاعات وخلافات، اذا على الراجح ان شاء الله تعالى ان السحر موجود له علاقه بالبيت، لان في بيت الزوجيه وفي بيت الحياه الاسريه تقوم يعني تقوم حروب، اقول حروب صباحا ومساء. طيب اذا يحتاج البيت الى رقيه ان شاء الله تعالى والى تحسين. اذا ما خفت نكذب، اذا ما خفت نكذب، اذا ما خفت نكذب ها هو كيصون، اذا ما خفت نكذب ها هو كيصون. طيب خيرا ان شاء الله جل وعلا. طيب اسمعني اسمعني يا عبد، وفي الوسواس خير ان شاء الله. لا ابقى معي انا الوسواس. طيب قل لك، راه مرة شريف هذيك اللي انت اللي كتوسوس عليها، راه مرة شريف هذيك. لا يجب ان تعلم انت كذلك ان الجن لهم قدره على ان يجعلوا وساوس في العقول والقلوب، وحتى يهم يجعلوه ويفكر في اشياء ربما سلبيه، وبهذا يصلون الى متغاهم وهو الغل والحقد. الله يخليك. طيب الان معي الشاب. طيب خلاص حيد علي هذا من هنا. طيب من اللي من معي الان؟ ما عرفت شكون. طيب ما انا دابا معي هو ساد عينه ما كنشوفش شكون. طيب خير ان شاء الله. طيب يجب ان يعصبني، كيعصبني، يجب ان يعلم المسألة للجميع حتى يفقهوها. احيانا في الرقية الشرعية يكون يتكلم الرجل الملبوس، واحيانا يتكلم، وهذا مسألة جزئية. لا انا اللي كنهضر، احيانا ولكن هذا الدري مرة نعم كيبغي يتفكر وكيبغي بحال يعاندني، كيبغي يعاندني. صح صح صح. خليني انا نهضر، ما تبقاش تتفكر. اش كتفكر؟ ما تبقاش تفكر، ما تبقاش تفكر. الان الخطاب ما بين الجني والشاب في نفس الوقت. الجني يقول للشاب انا ما اتكلم، يعني انا ما اتكلم مع الشيخ، خليني انا نهضر وانت اسكت. اي نعم، لان الشاب له قوه على ان يسيطر على احيانا على الجني حتى. طيب خير ان شاء الله تعالى. انا اتكلم خطابي خطابي الى الشاب، كن في استسلم للجني ودعه هو يتكلم، لا تقاومه. الان اتكلم معك الشاب انت، لا تقاومه، دعه هو يتكلم، دعه يصعد ياخذ كانك انت ارتخي، يعني جعل ويه. اذا هو يتكلم فقط اذا كنت تذكر ابقى حتى تعقل على الشيء الذي قاله، حتى نتبين من سق من سقه ان شاء الله تعالى فيما بعد. طيب الان يتكلم. هادشي قال، هادشي قال دابا كل شيء صحيح. صحيح يعني انه معك يعرف هذا الشيء. طيب خير ان شاء الله تعالى. طيب اصعد هيا، ها شرب خير ان شاء الله تعالى. طيب هيا اصعد، هيا هيا اصعد، هيا اصعد، هيا 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 اصعد، هيا 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 اصعد. قل لي الان الام كذلك نطق فيها جني، ها يطلع ان شاء الله تعالى. الام كذلك طلع صعد فيها جني، امه كذلك بسم الله، امه كذلك صعد فيها جني. تسمعني؟ امه كذلك صعد فيها اي ان شاء الله تعالى. خير ان شاء الله. سخي خفجليك ان شاء الله هو يصعد باذن الله تعالى الان ان شاء الله جل وعلا. طيب امه كذلك صعد فيها جني وتكلم على ان هناك سحر التفريق، وان الاب لن يرضى بها في البيت وسوف يطردها شر طرده، وانه يكرهها، وان السحر معمول لهذا الغرض. صح ام لا؟ صح ام لا؟ قال هذا الجني، بمعنى انهم وكلوا بسحر مجموعه من الجن، وكلوا بالابناء ووكلوا كذلك بالاب وبالام، اي بالزوج وزوجته وزوجه. طيب خير ان شاء الله تعالى. فانت عبد وحدت الله جل وعلا واسلمت لله تعالى. خلاص طيب جيد، اسلمت لله سبحانه وتعالى، فعليك الان ان شاء الله جل وعلا ان تخرج طاعه الله. انا الان سوف ارشدك الى شيء، وهو اسمعني، هو ان تكثر من الصالحات، وان تكثر من الخيرات، وان تكثر من ذكر الله جل وعلا. الا بذكر الله تطمئن القلوب. طيب وبهذا انت تكون اقوى ممن هم خدموا الاركان والاعتاب والبيوت. وبهذا ان شاء الله جل وعلا اذا وقفت على سحر او علمت مكان سحر فانك ان شاء الله قادر بفضل سبحانه وتعالى على اسمع بعض الله بقوه الله جل وعلا وتقدير الله سبحانه وتعالى أن تأخذه إلى ذاك المكان، وأن يستخرج طاعة الله جل وعلا. وأن يستخرج ما عارفوش. طيب أنا قلت لهذا، قلت لك تكثر من الطاعات ومن الصالحات حتى يوفق الله جل وعلا إن شاء الله تتخرج بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى بإذن مولاه سبحانه جل وعلا. تبغيتهم بيت لهم الخير وما بغيت طيب خيرا إن شاء الله تعالى. طيب هذه بداية حتى إن شاء الله تعالى يسلم هو تسلم الأم والأب من التفريق ومن الطلاق والشتات.
طيب ان شاء الله اتي عندهم الى بيتي ان شاء الله تعالى باذن الله تعالى ان شاء الله ان شاء الله جل نساعدهم ان شاء الله تعالى ان شاء الله جل وعلا. طيب طيب انت الان انا الان بينت لك هذه الكلمه فعليك ان شاء الله ان تعمل بها طاعه لله جل وعلا ان شاء الله. تكثر اسمعني تكثر من الخيرات ومن الصالحات ومن القربات وتلاوه القران بهذا يتقوى ايمانك تصل اقوى من كل جني وبكل ظالم وبهذا ان شاء الله يكشف الله لك عز وجل اما كان السحر بفضله سبحانه وتعالى. طيب لهم السحر طيب هيا الان ايقظه ان شاء الله تعالى حتى يشرب ايقظه بسم الله قل بسم الله امسك هيا ايقظه الان ايقظه ايقظ ان شاء الله تعالى بسم الله قل بسم الله شرب بسم الله خيرا ان شاء الله تعالى. طيب الحمد لله. طيب عقلتي هذا الشيء كامل. طيب خير ان شاء الله تعالى.